العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية وقديمة، وبتشهد المزيد من التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. بيسعدنا أن يكون معنا لقاء مع معالي السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهن. First of all, welcome to Egypt. بنرحب بك معالي السفير الأمريكي في مصر وفي القاهرة، ويشرفنا لقائك على شاشة MBC مصر. في البداية أود أن أعرف رأيك في أهمية مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري والدعم الفني الخاص بالمزارعين. Well, thank you very much. It's great to be here. We are delighted today to be celebrating the renewal of the partnership. في البداية اليوم هو يوم رائع بالنسبة لنا، حيث نحتفل بتجديد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، وبالطبع هو من ضمن مشروعات المعونة الأمريكية، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يستهدف تحسين إنتاجية وجودة محصول البطاطس، وكذلك العمل على دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتدريبهم على الارتقاء بجودة المحصول وبما يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها. ونحن سعداء حيث استطاع المزارعين في قطاع الريف المصري بيع المحصول ذات الجودة العالية مع الاستفادة بالدعم الفني المقدم من المعونة الأمريكية. Okay, it's very nice. Also, I want to know your point of view about the relationship between Egypt and America. وما هو رأيك أيضا في طبيعة العلاقات التي تربط بين مصر وأمريكا حكومة وشعبا؟ The relationship is great, and this is the. العلاقات بين مصر وأمريكا علاقات قوية جدا، ومشروع اليوم يدل على قوة هذه العلاقات. والتعاون مع مصر حكومة وشعبا على مدار عدة سنوات يتم من خلال عدة برامج، منها برامج عن التعليم والصحة وتمكين المرأة وغيرها. كما نكلل هذا النجاح في القطاع الزراعي، هذا القطاع المهم بالنسبة للمصريين. Thank you so much, and thank you to giving us. في النهاية بنشكرك معالي السفير الأمريكي جوناثان كوهن، وبنرحب بك مرة أخرى في مصر. ده كان لقاء خاص مع معالي السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهن بخصوص العلاقات المصرية الأمريكية بشكل عام، وأيضا بخصوص مشروع خاص لتنمية إنتاج محصول البطاطس في مصر. بشكركم وإلى اللقاء.